السلام عليكم ورحمة الله. دعاء لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. من الأمور التي ينبغي أن لا يغفلها المسلم هي الدعاء، وخاصة في الثلث الأخير من الليل، فهذه ساعة إجابة. وقد جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتشبه بي. وهناك دعاء إذا دعا به الإنسان المسلم فسوف يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام إن شاء الله. فما هو هذا الدعاء؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو. من منا لا يجد في قلبه شوق لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام صادقة، لأن الشيطان لا يتمثل بصورته الشريفة. والدعاء برؤية النبي صلى الله عليه وسلم جائز، والكثير منا يريد أن يحظى بنيل هذه المنزلة وتلك الرفعة. فإذا أردت أن تحظى برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم فردد هذا الدعاء، وخاصة في الثلث الأخير من الليل. وهذا الدعاء هو: اللهم بلغ رسول الله مني السلام، وارزقني رؤيته في اليقظة والمنام، فكريم رسول الله والله أكرم، فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ هذا هو الدعاء. وأيضا هناك بعض الأدعية المأثورة والتي يمكن أن يقولها الإنسان المسلم، وهي مجربة أيضا لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. فقد ورد في كتاب أفضل الصلوات أن الشيخ أبا عبد الله النعمان رأى النبي في النوم 100 مرة، فقال في الأخيرة: يا رسول الله، أي الصلاة عليك أفضل؟ فقال: قل: اللهم صلي على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك، فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله على ذلك. فقيل أن من صلى بهذه الصلاة كثيرا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ونال السرور والفرح. وقال الحبيب الهضار محمد بالمدينة المنورة: من قرأ هذه الصيغة 100 مرة رأى النبي في المنام. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في أمان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وكن شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.